ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا وانبوكس سبورتس، وطبعا بنتابع فيها معاكم اهم واخر بقى الاخبار والاحداث الرياضيه على مدار الاسبوع. وفي الحقيقه يعني الاسبوع ده مليان يعني باخبار حلوه ان شاء الله، وبرده اخبار كتيره ومتنوعه. نبدا معاكم باليد. اللجنه المنظمه لبطوله كاس الامم الافريقيه يعني الرجال رقم 25 خلاص اعلنوا جدول ماتشات البطوله ان شاء الله، واللي المفروض هتتلعب في مصر في الفتره من 9 ولحد 19 يوليو اللي جاي، وده هيكون بقى ايه على صاله الدكتور حسن مصطفى وكمان الصاله الدوليه في 6 اكتوبر، وهيشارك فيها المفروض 14 دوله. جدول الماتشات بقى اكد ان يعني مباريات بقى البطوله هتبدا ان شاء الله يوم 11 يوليو، وكمان هتستمر لحد 3 لحد يوم 14 ان شاء الله، وهيكون كمان 3 ايام يعني المفروض اللي هيكون ما بينهم يعني من 9 لحد يوم 19 يوليو باذن الله. طيب اليوم ال 14 هيكون المفروض ده راحه لكل الفرق، وبعدين كمان هنلعب بقى منافسات كاس الرئيس للفرق اللي المفروض يعني ما صعدتش لدور الثمانيه، اما بقى الفرق الثانيه اللي تاهلت لربع النهائي فهتلعب ماتشاتها في الفتره من 15 ولحد 18 يوليو برضو. قرعه بقى البطوله يعني جابت مصر مع يعني منتخبات اخرى زي منتخب المغرب وكمان منتخب الكاميرون، وكمان باقي مجموعات البطوله برضو معانا المجموعه الثانيه فيها الجزائر والجابون وغينيا وكينيا، والمجموعه الثالثه فيها تونس والراس الاخضر ونيجيريا، والمجموعه الرابعه فيها انجولا والكونغو الديمقراطيه والسنغال وزامبيا. البطوله دي اكيد طبعا يعني مهمه جدا، لانها المفروض اللي هتاهل منها 5 منتخبات على طول بيصعدوا لبطوله العالم اللي جايه، وهتكون ان شاء الله بدايه السنه الجديده باذن الله في بولندا والسويد، ومنتخبنا الوطني طبعا يعني منتخب مصر هو حامل لقب البطوله دي بعد فوزه على منتخب التونسي الشقيق، كمان كان وسط جمهوره يعني بنتيجه 27-23. طبعا كل التوفيق بقى لابطالنا والكل يعني اللي بيشرفونا في كره اليد ومنتخبنا، واكيد بطوله مهمه جدا. يعني بصوا احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا لازم يعني ما نقلش تماما لازم نعلى ان شاء الله عن بطوله العالم. يعني احنا بنتكلم ان بطوله العالم لكره اليد كنا قدمناها على اكمل واجمل شكل وصوره. دلوقتي بقى يعني ان شاء الله في ظروف يمكن افضل شويتين، الكورونا موجوده بس مش زي بدايتها خالص، اكيد دلوقتي ان شاء الله نتمنى يعني تكون البطوله اكيد يعني برضو زي كل مره في افضل شكل باذن الله، وكمان منتخبنا المصري يعني يكون قدها. ثقتنا فيكم يا رجاله كبيره جدا جدا، واتمنى كمان مشاركه بقى الجمهور المصري، وكمان تكون اسعار التذاكر يعني ميسره والناس تحضر، ده المهم جدا، لان احنا بنحاول ندعم ونزق كل الرياضات الاخرى مش بس كره القدم. احنا بنتكلم الالعاب دي محتاجه جمهور، الالعاب دي محتاجه يلاقوا ليهم يعني ابطالها يعني يلاقي ليهم ناس بتشجعهم بتساندهم. الجمهور يا جماعه هم الاساس، هم دايما اللي بيدوا طعم وروح للعبه، ده مهم قوي. طيب من كره اليد نروح معاكم لكره السله. الكندي روي رانا المدير الفني بقى لمنتخبنا الوطني الاول لرجال كره السله اعلن خلاص القائمه المبدئيه لمعسكر ان شاء الله المنتخب يعني اللي هيتعمل الشهر ده، وده اكيد يعني استعدادا بقى لخوض منتخبنا الوطني للمرحله الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم. القائمه دي يعني ضمت 24 لاعب وهم كالاتي يعني جبنا احمد خلف وكمان احمد عادل وادهم ليدا وكمان انس اسامه وايهاب امين وخالد عبد الناصر وسيف سمير وعاصم مرعي وعلي احمد وعلي خليفه وكمان عمر طارق وعمر عزب وعمر هشام وعمر الجندي وعمر زهران ومحمد ابو النصر، وكمان معاهم محمد جيزه ومحمد يونس ومهاب ياسر وكمان هيثم كمال ووليد عبد الجواد وياسر صالح ويوسف شحاته ويوسف شوشه، وهم دول القائمه اللي اختارهم المفروض يعني المدير الفني. المعسكر ان شاء الله هيكون بدايه بقى من نصف شهر يونيو اللي احنا فيه ده على صاله بقى برج العرب في اسكندريه، وده استعدادا ان شاء الله للمرحله الثانيه من التصفيات واللي هتستضيفها مصر بدايه بقى الشهر اللي جاي الفتره اللي جايه باذن الله. منتخبنا هيدخل المرحله دي من التصفيات وهو المفروض في المركز الثالث، ولكن بقى بنفس رصيد المنتخب اللي المفروض يعني في الصداره برصيد 5 نقاط او 5 بونت يعني.
هنلعب باذن الله المرحله الثانيه دي مع منتخبات السنغال وكينيا وكمان الكونغو الديمقراطيه، واول ثلاث منتخبات المفروض يعني هتأهلوا على طول للمرحله الاخيره من التصفيات ان شاء الله. كل التوفيق بقى يعني منتخب كره السله، ويا رب بقى يعني نشوف برضو روح مختلفة وأداء مختلف يعني بالنسبة لأبطالنا وكمان لمديرنا الفني، في ظل يعني برضو خلي بالكو المجموعة مش سهلة، الموضوع برضو مش سهل، الموضوع أكيد محتاج يعني بذل من المجهود وكمان الفكر الفني بقى للمدير الفني إن شاء الله. طيب نروح معاكم بقى إيه من كرة السلة، نروح معاكم بقى الأولمبياد الخاص، ودي يعني أو ده يعتبر بالنسبة لي يعني المحبب إلى قلبي. يعني ألعاب ومسابقات الأولمبياد الخاص المصري لمحافظة القاهرة خلاص اتلعبت من أيام، وده على ملاعب بقى نادي مدينة نصر تحت رعاية وزير النقل الفريق كامل الوزير، والألعاب دي شارك فيها 1350 لاعب ولاعبة في ست يعني رياضات مختلفة، وهي مثلا على سبيل المثال عندنا ألعاب القوى، عندنا كمان كرة القدم، عندنا كرة السلة، عندنا البوتشي، عندنا كمان تنس الطاولة، عندنا رفع الأثقال، ما شاء الله كلها ألعاب متميزة جدا، وأبطالها كمان اللي قدامنا دول متميزين أكتر. الأولمبياد الخاص بيحاول يعني يخلص كل بقى المسابقات يعني إن شاء الله اللي موجودة في معظم المحافظات، علشان عنده أو يقدر بمعنى أدق يعني يحدد اللعيبة اللي هتشارك في الألعاب الوطنية، واللي هيتم على أساسها اختيار لعيبة منتخبنا الوطني، وإن شاء الله هيشاركوا يعني في الألعاب العالمية بقى الصيفية، واللي المفروض هتتلعب في برلين في ألمانيا صيف 2023. كل التوفيق لكم يا أبطال، وإحنا دايما موجودين معاكم بندعمكم طول الوقت إن شاء الله، ودايما ثقتنا فيكم كبيرة جدا. كاميرتنا كالعادة كانت موجودة بقى في قلب الألعاب دي، وكمان صورنا التقرير ده، تعالوا بقى نروح نشوفه ونرجع تاني، يلا بينا. الحمد لله دايما بقى سعداء بوجودنا مع ابطالنا من ابطال الاولمبياد الخاص. احنا في النهارده في العاب ومسابقات فرع القاهره الكبرى، ودي تعتبر اخر محافظات القاهره محافظات مصر. خلصنا شوط كبير في المحافظات الخارجيه، عقب الانتهاء من المسابقات دي نبتدي نبدا الالعاب والمسابقات الخاصه بالالعاب الوطنيه المؤهلة للمشاركة في برلين 2023. دي الألعاب والمسابقات العالمية الصيفية، دي هتكون في برلين إن شاء الله. طبعا احنا عندنا المسابقات بتتم على مستوى المحافظات، فدي مسابقة محافظة القاهرة دي مؤهلة للألعاب الوطنية اللي هي زي بطولة الجمهورية. بعد كده إن شاء الله بنختار من بطولة الألعاب الوطنية الفرق الممثلة لمنتخب مصر اللي هيشاركوا في برلين 2023، دي الألعاب العالمية الصيفية. إن شاء الله إحنا عندنا على اليومين 1350 لاعب في ست رياضات، كرة القدم، كرة السلة، كرة البوتشي، تنس الطاولة، رفع الأثقال، ألعاب قوة. والله شعوري إن مبسوط جدا إن الأولمبياد الخاص بيعمل حاجة جميلة زي ديت، والدولة بتهتم بالأولاد ذوي القدرات والهمم. الأولاد دولت بيبقى جواهم حاجات كتيرة جدا عايزين يطلعوها، فبيطلعوها بالرياضة. وأنا بقالي كتير مع الأولمبياد الخاص من سنة 2013 وأنا معاهم، بيعملوا حاجات جميلة جدا الصراحة، وبيهتموا بالأولاد دولت في جميع المجالات. أتشرف ليا إن أنا بلعب طبعا مع إخواتي طبعا، وطبعا دي حاجة كويسة اللي إحنا فيها، وعندنا طموحات وعندنا أهداف، وبشكرهم على الافتتاح الحلو ده طبعا، ودايما مكملين في الحلو ان شاء الله. قول يا فتحي، اصعب حاجه بتلعبها في كره القدم هنا ايه؟ وزمايلك بتشوف المستويات متقاربه للعيبه اللي باهلي وزمالك ولعيبه الدوري عامه؟ لا والله عادي، يعني زينا زي اي حد الحمد لله، يعني انا الحمد لله واخدين 2 كاس عالم قبل كده، وخدنا مركز اول في كذا بطوله الحمد لله، وانا خدت الهداف بتاع كاس العالم الحمد لله سنه 2015، والحمد لله يعني بنعمل نتائج كويسه طبعا. والله بص يعني على راي عبد المنعم او الكابتن عبد المنعم كده، يعني بنشوف قد ايه ان هم عندهم الروح اللي جواهم كده المعنويه بالنسبه لهم عاليه جدا ما شاء الله، وكمان ما فيش فرق. احنا بنتكلم يا جماعه الدعم يعني لازم يكون فعلا في محله، ايا كان بقى احنا بنتكلم اولمبياد خاص، بنتكلم ايا كان المسمى بتاعه ايه، ذوي اعاقات ذهنيه، ايا كان الموضوع ايه، في الاخر خالص هم ابطال، ومن ضمنهم ناس بتجيب انجازات غير طبيعيه.
عندنا البارلمبياد ما شاء الله بيروحوا هناك بيكسروا الدنيا فايا كان بقى الدوله اللي احنا يعني رايحين لها. بنروح نجيب كبشه ميداليات كده لكل بطل ونرجع. الابطال دول ما شاء الله نفس الكلام يعني كل واحد فيهم متميز جدا في رياضته وكمان كل واحد بيلعب في اكتر من لعبه. احنا بنتكلم يعني الموضوع مش سهل خلي بالكم على اي حد اقول يعني طبيعي. احنا بنتكلم ان هو في مجهود هم برضو المجهود عليهم اكيد كبير علشان كده لازم ياخدوا حقهم تالت ومتلت. طبعا كل تحياتنا ليكم يا ابطال. طيب من الاولمبياد الخاص روح معاكم بقى لايه للخماس الحديث برضو من الالعاب القويه جدا واللي عندنا فيها الحمد لله ابطال يعني متميزين جدا. طيب الاتحاد المصري للخماس الحديث بقى ايه برئاسه المهندس شريف العريان اعلن خلاص ان المفروض يعني الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا في اسكندريه هتستضيف بطوله العالم للكبار واللي هتتلعب في الفتره من 24 ولحد يوم 31 يوليو اللي جاي باذن الله. وكان المكتب التنفيذي بقى للاتحاد الدولي للخماس الحديث قرر الاجماع بقى في شهر يعني 3 اللي فات على اسناد تنظيم البطوله دي لمصر بدل من الصين واللي هي اعتذرت عن تنظيمها بسبب يعني فيروس كورونا. وقال كمان المهندس شريف العريان ان مجلس اداره الاتحاد المصري حدد خلاص اختيار بقى ملاعب الاكاديميه البحريه وده بعد تشاور بقى مع مسؤولين وزاره الرياضه وكمان اللجنه الاولمبيه المصريه وكمان يعني تم توقيع بقى العقد مع المسؤولين في الاكاديميه. واكد كمان الباشمهندس شريف ان اسباب الاختيار دي علشان الاكاديميه فيها اكيد طبعا ملاعب مجهزه وكمان متميزه على اعلى مستوى يعني وكمان محيط بيها برضو كل حاجه خاصه بالرياضه وكمان فيها الجزء الخاص بالمعسكرات يعني انت عندك حتى كمان اغلبيه الفرق والناس اللي بتروح هناك ما بتطلعش بره هي بتروح هناك الاقامه والتدريب كله موجود في المكان ده وده برضو انا شايف ان دي يعني حاجات مهمه جدا لعوامل نجاح اي فريق واي منتخب ان الاقامه تكون يعني مجهزه على اكمل وجه واكيد ان شاء الله هنشوف ده بيحدث يعني الفتره اللي جايه واكيد ده تحياتنا طبعا الاكاديميه اللي هي دايما سباقه في كل يعني رياضه وكل كمان بطوله هي دايما بتكون موجوده يعني في احسن شكل. يمكن الاماكن كمان المخصصه بتكون اماكن مجهزه مش بس للاعبين لا كمان للحكام وده بنشوفه برضو يعني الفتره اللي فاتت غير كمان بقى احنا الجو في القاهره هنا يعني دلوقتي بقى حر يعني بص بقى نار اكيد اسكندريه مريه يعني اسكندريه الجو الحلو اللي فيها واكيد برضو الوضع هناك اكيد هيختلف بشكل كبير نهايه شهر يوليو باذن الله. طيب نروح معاكم بقى ايه للسكواش حبايبنا وابطالنا اللي مشرفينا في كل حته. لعيبه منتخبنا الوطني للسكواش ما شاء الله مسيطرين بقى كده ايه على جوائز البطولات كلها بسم الله ما شاء الله. يعني يمكن لسه مؤخرا بطوله الجونه يعني الدوليه واللي اتلعبت في الجونه في الغردقه في الفتره من 27 مايو لحد 3 يونيو اللي احنا فيه هنلاقي ان احنا عندنا نهائي السيدات فازت بيه هانيا الحمامي بعد فوزها بقى على زميلتها في المنتخب نوران جوهر وده جه بنتيجه 3-2 علشان بقى تحقق اللقب الاول ليها في تاريخها. وده نفس بقى اللي اتكرر في نهائي الرجال بعد ما فاز نجم منتخبنا الوطني مصطفى عسل باللقب للمره الاولى في تاريخه وده بعد فوزه على المصنف الثاني على العالم النيوزلندي بول كول وده بنتيجه 3-0. ولو بقى تفتكروا حضراتكم يعني ان احنا لسه الاسبوع اللي فات ده يعني نور الشربيني ما شاء الله وكمان علي فرج فازوا بلقب بطولة العالم ها بطولة العالم اللي اتلعبت هنا في مصر برضو يعني بسم الله ما شاء الله لعبتنا كده ايه مسيطرين وقولها بقلبك كده وانت مبسوط باكتساح على طبعا على كل البطولات الحمد لله الكبيرة اللي اتلعبت في الفترة الأخيرة وربنا رب يحفظكم جميعا من شر أي حاجة. الواحد والله العظيم بيتفرج اليومين اللي فاتوا دول يعني المواعيد كانت مختلفة شوية بس فعلا الواحد وهو بيتفرج كده مبسوط سندوتشك كده بتاكله وقاعد بتتفرج كده قاعد انت ايه منسجم ليه؟ عارف ان انت الفاينل بتاعك اللي بيلعب فيه مصريين ايا كان بقى الاثنين مصريين بقى واحد مصري واحد مش مصري بس في الاخر انت عارف ان انت مطمن يعني انت مش قلقان ولما توصل لمرحله كمان ان انت عندك بنوصل بقى في معظم البطولات بنلاقي نفسنا احنا بنلعب بعضينا يعني مصريين ايه الجمال ده
ربنا رب يحفظ اللعبة دي والاتحاد ده ويحفظ مصر، ودايما كده ايه يعني رافعين اسمنا وراسنا في الاسكواش دايما يا ابطال. طيب من الاسكواش نروح معاكم بقى ايه للدرجات وماراثون الدرجات. ماشي، امبارح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه قاد اكبر يعني تجمع شبابي بالعاصمه الاداريه الجديده للاحتفال باليوم العالمي للدرجات، وطبعا ده يعني بتنفذه وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع الاتحاد المصري للدرجات، وده تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الماراثون حضروا حوالي 25 ألف شاب وكمان فتاة يعني، وبدأ الساعة 8 الصبح من قدام المدينة الرياضية، والحد بقى إيه ما وصلوا لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وده يعني حوالي مسافة كده إيه اقتربت من حوالي 21 كيلو مشوهم يعني. يعني ما شاء الله يعني الدكتور أشرف امبارح يعني كان في ماراثون ليه خاص يعني. امبارح الدكتور اشرف صبحي يعني قال ان الفعاليات دي هدفها هي مشاركه الشباب للرياضه كاسلوب حياه، وكمان بقى الشباب بيشوفوا النهضه اللي شهدتها يعني المنشات في بلدنا في الفتره اللي فاتت، ويمكن احنا شفنا ده على اعلى مستوى يعني. ولو بنتكلم كمان برضو على بعض الحاجات الحديثه بالنسبه لنا واللي احنا شايفينها تمت على اعلى مستوى، المزمار لو بنتكلم على مزمار الدرجات حتى اللي كان لسه احنا منظمينه يعني مضمار يعني بشكل ادق يعني، ان احنا شفنا بطوله كبيره احنا كنا منظمينها والعالم كله الحمد لله كان بيشهد بده. وبنتكلم يا جماعه دي بطوله عالم والاول مره احنا يمكن بننظمها بالشكل المحترم ده وبالمواصفات دي ومضمار عالمي يعني. طبعا الواحد بيبقى مبسوط جدا من جواه، والانبساط الاكتر برضو لما تلاقي عندك يعني الوزير الخاص بالرياضه هو كمان بيشارك في حاجه خاصه وحاجه مش سهله يعني. بنتكلم برضو ان المسافه اكيد مش قليله، فطبعا تحياتنا وكمان يعني ثقتنا دايما موجوده في دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبرضو بينعكس بقى علينا كلنا واكيد كمان على ابطالنا. كاميرتنا كانت موجوده في قلب الحدث وكمان صورنا التقرير ده، يلا بينا. احنا بقالنا فترة كتيرة شغالين في خطة ورؤية الوزارة، عندنا رياضة البطولة والمستويات العالية، ودي ليها نظام وبرنامج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والأندية، ولينا ليها استراتيجية يعني. وفي رياضة التنمية احنا يعني ماشيين ده بخطوة ثابتة سواء مع المدارس مع الجامعات من خلال مراكز الشباب من خلال كمان المدرب المجتمعي في الأحياء، لكن بعض المبادرات اللي اهتمينا بيها جدا وبرعايه كريمه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندنا دراجتك صحتك وخرجنا منها بدراجتك دخلك، يعني من مستهدفنا ان احنا نخلي الرياضه اسلوب حياه، الناس يبقى عندها اسلوب حياه، وده دعم غير مباشر لقضايا مجتمعيه كتيره. النهارده بنحتفل باليوم العالمي للدرجات، النهارده زي ما انت شايف كده تقريبا من 10 ل 15,000 بيشارك معانا، ده له اهداف ان بندي انطباع وبندي دفع لشبابنا، بنقول له ان الرياضه يعني هي الاساس، هي الجسم السليم زي ما بيقولوا والعقل السليم. ديت احد مكونات وزاره الشباب والرياضه كاداره مركزيه. الهدف ان زي ما شايفه كده ان يوم منه ان احنا بنتعرف على العاصمه الاداريه وبنعرف ايه اللي فيها وبنعرف الانجازات اللي حصلت. والله النهارده الواحد مبسوط قوي ان وزاره الشباب والرياضه على راسها الاستاذ الدكتور اشرف صبحي بتعيد اكتشاف رياضه الدرجات تاني في مصر. رياضه الدرجات مهمه جدا، النهارده احنا شايفين كم ضخم وعدد كبير اول مره يشارك في كرنفال بالشكل ده، بيبقى متنوع في مستوى اللاعبين وسنهم، سن كبير وسن صغير، مستوى عالي لدرجه المنتخب القومي نفسه مشارك، ناس لسه مبتدئه. كرنفال جميل بيوضح قد ايه الناس ممكن تقوم تتقدم الرياضه دي في مصر، ويبقى يا ريت يعني كل سنه نعملها نلاقي العدد بيزيد اكتر واكتر. حاجه جميله جدا وممتعه قوي صراحه، انا يمكن بشارك في كذا ماراثون بس ده حاجه ممتعه ومنظمه جدا، وشايف ان احنا يعني ما شاء الله حققنا مسافه كبيره يعني
مسافة 20 كيلو في 55 دقيقة تقريبا. يعني هو الهدف كله من ركوب الدرجات النهارده هي حالة ترويجية، نعمل يعني توعية لكل الناشئ وكل الشباب الاهتمام بالدرجات، ونرجع تاني العصر لكل بيت فيه دراجة او كل شاب عنده دراجة. ده الهدف الاساسي من المشروع. نحيي كل الشباب انها تنزل تشارك في اي رياضة، بنتكلم في الجري، بنتكلم في العجل، بنتكلم في اي رياضة، كمان اجسام اي رياضة، ان احنا لازم نمارس الرياضة بصفة دورية. وبشكركم جدا، يوم جميل جدا. طيب يعني سريعا كده بقى ايه، نروح معاكم للتنس الطاولة. هنا جودة لعبة منتخبنا الوطني لتنس الطاولة، كمان نجمة النادي الاهلي، تقدمت ما شاء الله يعني للمركز 33 على مستوى العالم في السيدات، وده بعد فوزها بلقب بطولة كأس افريقيا واللي اتلعبت يعني من ايام في نيجيريا. هنا وصلت للمركز ده بعد ما رفعت بقى رصيدها للنقطة 618 في تصنيف السيدات، وكمان وصلت بقى للمركز الثاني في التصنيف العالمي للشابات تحت 19 سنة برصيد 7940 نقطة. هنا فازت بلقب أفريقيا يعني بعد فوزها بقى على أساطير اللعبة، ومنهم بطلتنا دينا مشرف في الدور قبل النهائي بنتيجة 4-3، وبعدين فازت بقى على بطلة نيجيريا بنتيجة 4-0 وما شاء الله هنا بالنتيجه دي يعني هتشارك في كاس العالم اللي جايه باذن الله، واللي هتكون نهايه السنه دي في الصين. طبعا كل التوفيق ليك يا هنا، وكلنا فخورين بيكي جدا 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 ما شاء الله. 14 سنه بتنافس ابطال عالميين يعني الله اكبر، وهي يعني نورتنا وكنا بنتكلم معاها، هي صغنونه بس هي من جواها بطله كبيره، ودايما احنا بندعمك يا هنا، ودايما ان شاء الله في المقدمه، ودايما مشرفانا كده واخد كل البطولات الفتره اللي جايه باذن الله. للاسف كده خلاص حالتنا واخبارنا خلصت معاكم بسرعه جدا. الاسبوع اللي جاي ان شاء الله بقى اخبار واحداث رياضيه جديده مختلفه، وبكره ما تنسوش ميعادنا الساعه 6:30 وانبوكس. يلا سلام.